حقائق تهمك. هناك فرق كبير بين النوم ليلا والنوم نهارا، حيث ان اعضاء الجسم تنال بالليل من الراحة اضعاف ما تناله خلال النوم نهارا، لما فيه من ضوء وصخب، وهي مؤثرات شديدة على الجهاز العصبي. وقد اكتشف العلماء حديثا ان الغدد الضوئية في الدماغ تقوم بإفراز مادة تسمى الميلانونين، تؤثر تأثيرا بالغا ومباشرا في عملية النوم، وأن الظلام يزيد من إفراز هذه المادة بعكس الضوء. وصدق الله العظيم القائل: وجعلنا الليل لباساً.